الزوجة الثانية، موضوع الزوجة الثانية اللي طلعت امبارح. أهلا، ازيكم؟ بس يعني ايه، نقرا التعليقات. خلينا أقول لكم إن الموضوع طلع على أساسه. الزوجة الثانية اللي طلعت وقالت صلاة دلوقتي، طلعت وقالت إن هي متزوجة، زوجها ما عملهاش فرح ومش معترف بيها كزوجة، وزواجها منه زواج كان عرفي او شرعي، ما انا مش متاكده من المعلومه يعني، وهو ما عملهاش فرح ومش معترف بيها لا هو ولا اهله، وانكر معرفته بيها، وقالت له انت دلوقتي هتحضر جنازتي وشكرا يا جماعه وانا هتخلص من حياتي. هم طبعا لحقوها يعني، بس الناس هم طبعا لحقوها، ويعني ده الكلام اللي اتنشر، برضه مش متاكده من صحته. لكن خلينا نتكلم على موضوع الزوجه الثانيه بصفه اكبر من كده وبدون تخصيص زي ما احنا متفقين، يعني بغض النظر عن الواقعه دي. لكن لو انتوا تتذكروا احنا من 2017 واحنا بنقول انت عايزه تتزوجي ورضيتي انك انت تتزوجي وتبقي زوجه ثانيه. انا دلوقتي ما بتكلمش في الجواز الاول ولا الثاني، عشان بس انا بكلم بوجه كلامي للزوجه الثانيه. انت رضيتي انك انت تبقي زوجه ثانيه، ما يبقاش في الخفاء ان هو قادر وقدر ان هو يواجه الزوجه الاولى، ان انا وعنده من الشجاعه الادبيه ومن الرجوله. طالما ناوي تفتح بيت تاني، انا هكلم الزوجه الثانيه الاولى واقول لها ان انا هتزوج ويقدر يحل النقطه ديت. ما يجيش بعد انت ما تتزوجي ويخش بيت وكل القصص دي، وبعدين يجي يقول لك ايه، ان شاء الله على نطبط، يجي يخش يقول لك ايه، لا اصل انا زواجي الاولاني وعندي منه 3 عيال ولا 5 6 عيال وانتي بعيل واحد، فشكرا، فانا هضحي بقى بالاقل علشان خاطر الايه الاكثريه يعني، فتتطلقي. فلا، وانا بقول لكل بنت بتتعرض للموقف ده، انا ما بحرمش، انتوا عارفين ان انا مش ضد الزواج التاني طالما الاعفاف، وطالما مش هتعمل حرام لا ما تزنيش ولا استغفر الله تعمل علاقات محرمه وروح تزوج، بس بشرط ما يبقاش في زواجك الاولاني مشاكل، والمشاكل اللي انت مش قادر تحلها في الزواج التاني فتجيب دبل مشاكل، فتجيب مشاكل مضاعفه. انت عارف يعني ايه زواج، يعني بيت تاني واولاد تانيه وحياه تانيه ومسؤوليه. مش ان انا بهرب من مشاكل الزواج الاولاني وهروبي من الزواج الاولاني، فانا هعمل ايه ما شاء الله عليا، فانا هروح اتجوز بقى واجيبهم 2 قاعدين لي كده، لا ده مش صح. النقطة دي نقطة مهمة. مش سامعين حاجة ليه؟ الصوت اخباره ايه يا جماعة؟ ليه مين اللي بيقول مش سامعين؟ ليه مش سامعين؟ ليه بس؟ هعيد من الاول، اوعي تقولوا هعيد من الاول. حد يأكد لي على الصوت، خليني اكمل البث. اسراء بتقول اللي بيبقى في العلن وحقها مش قادر يواجه ما يتجوز. الله يفتح عليكي، الله يفتح عليكي. حد بس يأكد لي على الصوت يا جماعه، يا اللي على البث، الناس اللي على البث دولت، حد يأكد لي الصوت تمام؟ ليه مش سامعين؟ طالما حد قرا تعليقات يبقى الصوت تمام بقى، من عندكم مش من عندي. طيب نرجع تاني. يجي يتزوج الصوت ماله؟ الصوت ماله؟ الصوت كان بيقطع، ماشي، عشان الشبكه، احنا في طريق سريع يعني، طول ما احنا ماشيين في الطريق السريع فهتلاقيه حب يقطع وحب يكمل. طيب خلينا نكمل ونقول ان انت عايز تتزوج زوجة تانية، تزوج، ما تعملش الحرام وتزوج زوجة تانية، تمام، انا موافقة معاك، لكن بشرط ما يبقاش زواجك التاني دوت بناء على ان انا مش عارف احل المشاكل اللي مع الزوجة الاولى، ومش عارف احل المشاكل اللي في البيت، فانا بهرب من المشاكل، ما بحلهاش، انا بهرب منها. مش النقطة دي نقطة مهمة جدا يا جماعة عشان نخلي بالنا منها. خلينا نكمل بقى على الزوجة التانية. انت رضيت يا بنتي انك تبقى زوجة تانية؟ انا ما بحرمش، يعني انا ما بحرمش اللي حل ربنا ايا كان بقى الامور. يعني احنا بنقول انت عايز تتزوج زوجة تانية، قبل ما تتزوج عندك حاجتين، حاول حل مشاكلك في البيت الاول، رقم 2 هات لنا الزوجة الاولى، هات لنا الزوجة الاولى كده نتكلموا معاها، ما يمكن في امور هي مش واخدة بالها منها نلفت نظرها ليها، نحاول نحل الامر من الطرفين، من عندك ومن عندها. طيب الارملة ولا المطلقة ولا حتى البكر، وجاي واحد يتزوجها زواج تاني، اللي جاي يتزوجها زواج تاني لازم يكون في العلن، اهلا، ويعلن
ما تجيش هي تعرضها، هي اللي تبقى ما بين سندانين، المجتمع مش عارف. طب انت جاي لها، طب داخل بالليل وطالع بالنهار، لا لا، ليه تعرضها لشبهه وليه تعرض؟ طب ماشي، الناس في المنطقه عارفين، لكن زوجتك الاولى مش عارفه، وما انتش قادر تواجه، ولو واجهت هتضطر تضحي بالزواج التاني، هو ده الظلم. لا ليه؟ قال لها ما وانت ما توافقيش. طب خلينا اتكلم بجانب النساء، ما توافقيش، قدر ان هو يواجه ويقول طالما قادر ان هو عايز يعمل زواج تاني، وطالما هو حابب ان هو يتزوج، خلاص واجه يا سيدي، ما تواجه. لكن تيجي بعد زوجتك الاولى ما تعرف، وتقوم جايه عامله لك مشاكل ومش عارفه هتعمل ايه، اصل تحت ايدها ما اعرفش كم المصنع الفلاني والشركه الفلانيه هتعملني، لا ده هتيجي، لا غلط. وفي الاخر البنت بتاعت امبارح اللي طلعت باللايف في المكالمات بتفصل علينا. فانا نفسي النقطه دي احنا على الاقل يا جماعه نكون يعني واعيين ليها، نقطه موضوع ان الزوجه او البنت اللي معرضه انها جاي لها تبقى زوجه تانية، لا اعلن. ليه؟ انا بحميكي، انت كمان بتحمي نفسك دلوقتي، انت بتحمي نفسك من ان هو يخلي بيكي، بتحمي نفسك من ان هو يسيبك بعد كده بعيل ولا اتنين، قول اصل خلاص مراته عملت وصلحت. طب وهي ذنبها ايه؟ هو الجواز ده لعبه يعني؟ يعني انا عايز اعرف، هي الجواز ده لعبه؟ راحت تتجوز فلانه فما جاتش، فانا هروح بقى خلاص زوجتي اتصلحت فهطلقها. ايه ده؟ دخول البيوت مش بالساهل يا جماعه، اعراض النساء مش بالساهل، سمعه البنات اللي انت دخلت عندها ديت والجوازات دي مش بالساهل، الكلام ده مش صح. انا مش ضد الزواج التاني عشان بس الناس والكلام ده، احنا نطلع بره النقطه ومش بنناقشه دلوقتي امتى ومش امتى، واحنا قلنا عندنا حلقه ارجعوا لها، في حالات الزواج التاني فيها واجب وضروره، وفي حالات الزواج التاني فيها حرام ما ينفعش، فيها ظلم، وفي حالات الزواج التاني فيها محبذ ينفع، والله ينفع يعني ايه مع تحفظات، ارجعوا للحلقه دي تاني. لكن ان انا اعرض بنت ان هي تتخلص من حياتها ولا ان هي تكره وانت مش راضي تعترف عشان خاطر زوجتك وانكرت هذا الامر، لا. هما يعني اللي وصلني ان هما الحمد لله الحمد لله يعني لحقوها، وده شيء كويس. مين جانا بتقول لي كلمتني من امريكا اعمل حلقه عن الزنا؟ والله يعني موضوع زي احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، والله اتكلمنا كتير جدا، وقلنا يا جماعه يعني ده يمحي البركه، علاوه ان هو كبيره يعني امر الزنا ده كبيره، بس هو انه فيهم، هل هو الشات والهوى ويشتهي القلب ويتمني ثم يصدق الفرج كل ذلك او يكذبه؟ ما هو انت في الاخر هيجي الفرج هيصدق نص الحديث، وانا مصدقه النبي عليه الصلاه والسلام، يعني انا مصدقاه، لكن مجرد يقول لك اصله هوى وواي فاي، طب ما انت مؤاخذ على اللي بتكتبه واللي بتقوله واللي بتشوفه ولزوجتك، ما انت مؤاخذ على كده يعني، وعندك ملك بيكتب، وهي ويا ريتها زوجه يعني، ده واحده في الحرام يعني. طب ناوي تتجوز؟ خلاص خش من الباب يا عم الحاج، خش من الباب وروح اتجوزها. وانا بقول لك لا، ما تخش من الباب وروح اتجوزها. في الاول وفي الاخر خلونا يعني واضحين مع نفسنا، الحرام حرام ولو الناس كلها بتعمله، طالما هو حرام وانت عارف ان هو حرام، وبعدين لا ده انا هروح مع ديت يومين وبعدين مع ديت تلات ايام، والزوجه انت موجوده في البيت بقى مع عشان العيال، ما كلام فاضي برضو، ده برضو كلام فاضي. طيب خلينا نرجع للموضوع الاولاني اللي احنا بنتكلم فيه. يبقى يا كل بنت جالها عريس وبيقول لها انت هتبقي زوجه ثانيه، وانت نفسيتك قابله لشيء زي ده، شروطي عليه ان الامر يكون معاك الزوجه الاولى، وان تكون عارفه ما تجيش تسبب لك مشاكل بعد كده وتقول لك لا ما شكرا، لا اصل عيالك، لا خلاص، فيقول لك يلا انت طالق. لا، وانت يا ابن الحلال من فضلك انت عايز تاخد القرار خد، ما بناقشكش دلوقتي في صح ولا غلط، لاني ما اعرفش حالتك ايه والامور مع الزوجه الاولى ايه. انت عايز تاخد القرار ده، شكرا، خد القرار، يلا تمام، خليك راجل بقى وما تظلمش بنت الناس التانيه، تمام. ده نقطه خلينا يعني نبقى واضحين فيها، ويا ريت يا ريت يا ريت كفايه بقى، يعني كفايه ظلم قوي، يعني كفايه ظلم قوي وكفايه قهر قوي. يعني لما يجي واحده بنت تقول يا دكتوره نوعيات الرجال بتتكلمي عن العينات دي مسحوبه من السوق، ما فيش في السوق العينات الرجاله دي، طبعا يعني عندهم حق. طبعا مش كل الدنيا كده، في رجال بشوات، في رجال تتحط جوه العين وعلى الراس، يعني
مش كل الرجال كده، لكن يعني ارفعوا راسنا يا جماعه، ارفعوا راسنا مش كده، ارفعوا راسنا مش كده. انا مش لاقي حاجه يعني، كميه المشاكل والقهر والظلم اللي بتجي لي من البنات ومن النساء يعني صعبه جدا. ده منعش ان في جبابره برضو من الطرف الثاني يعني، وان في حريم برضو عايز يتشد من ودانه كده ويتعمل. لكن خلونا في الاول والاخر نتفق على ما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مشينا بيه والله لا تبقى حياتنا لا فيها لا غم ولا مشاكل، بس الناس تلتزم، لكن الناس بتكسل. ربنا يبارك فيكم. اسماء موسى، يا رب تنجح السنه دي يا اسماء، اديني قلت لك اهو ودعيت لك، ربنا يبارك فيكم اجمعين. سهام بتقول اختي متجوزه واخو زوجها قاعد معاهم في نفس الشقه، لان والد والدته متوفين وزوجها قال لها من قبل الجواز ان اخوه معاه عشان صغير، المهم هي نفسيتها تعبانه، امر طبيعي. في بعض الشقق بتعمل حاجه زي كده، بتخلي غرفه اللي هي على السلم، الغرفه اللي على السلم ديت بياخدوها ويقفلوها من جوه الشقه، ويبقى هو طالع داخل من بره ما يدكش ستر البيت من جوه. في ناس بتعمل كده، لو الاوبشن ده موجود اظن ان هو حل، بحيث ان الصيف طالع تبقى براحتها في بيتها، مش قاعده متكتفه بالاسدال، عارفه تتكلم تعمل تاخد راحتها في بيتها، وده حقها يعني. المسكن المنفصل للزوجه ده من حقها. ما فيش بقى يبقى تتقسم، في ناس بتقسم مثلا الشقه، ادي حته من الاوضه والبتاع وبتتقسم ببرفانات، وهي بتبقى في بقيه الحاجه، وما بيخشش برده في الجزئيه دي، بيتجمعوا وقت الاكل والغدا بس. يعني دي برده نقطه من النقاط اللي ممكن تحل النقطه دي، لحد يا بنتي ما هو مش هيرمي اخوه يعني، او ان هو يجيب له حاجه بره. لو هو اخوه صغير خلاص يعني يبقى معاكوا، لكن لو كبر وفي مرحله شباب وبتاع ممكن يبقى يقعدوا ساعات، بيقعدوا كشباب كلهم في غرفه او في شقه ويدفعوا ايجارها بالاشتراك، او الحل اللي انا قلت لك عليه، يا بتتقسم ببرفانات جوه الشقه، يا اما مقفوله من السقف للارض يعني، يا اما الاوضه الخارجيه اللي على السلم بتتقفل من جوه الشقه، ويبقى الباب بتاعها على السلم داخل طالع عليه. الله سبحانه وتعالى يكرمكم على خير.